يعني كنا كلنا بنتمنى ان يكون اشاعه، وده فعلا اللي حصل، ان في انباء عن اعتزال النجمه الكبيره عبله كامل. وقال الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه في تصريح خاص له، قال انا ما اعرفش حاجه عن اعتزال الفنانه عبله كامل. فيما قال الفنان سامي مغاوري عضو نقابه المهن التمثيليه ان الفنانه الكبيره كانت منسحبه منذ عامين ولم تقدم اي اعمال من وقتها، وانسحابها ما يعنيش اعتزالها. بينما قالت الفنانة نهاية العنبر ما اعتقدش انها اعتزلت وما اعرفش حاجة عن موضوع اعتزالها. كمان نفى الفنان احمد كمال في تصريحات خاصة له بان قرار اللي اتخذته الفنانة عبلة كامل بشأن اعتزالها ليس لديه اي علم او تخيل عن الخبر. واحنا بنفكركم باخر اعمال الفنانه عبله كامل، كان هو مسلسل سلسال الدم، ومسلسل سلسال الدم شارك في بطولته بجانب عبله كامل ايضا الفنان رياض الخولي وايضا رانيا فريد شوقي واحمد بدير واحمد سلامه الى جانب عبله كامل ورياض الخولي.